هنا كل تلك القضية أن المبني عليه المسكين رحمة الله عليه وصبر الله أهله كان يمر على طريق الدائري الذي لا يوجد به شلل أوتبر تصبات لا يوجد به أي مكان لمرور المشاة وفي المنتصف ولماذا في المنتصف؟ لأنه ثابت تماما أنه كان أمامه سيارتين في طريق المظلم والذي يقرر أنه طريق المظلم ليس أنا بل الضباط اللي نزل قال له سأل قال له الطريق ده شكله إيه؟ قال له طريق مظلم مرة واحدة هو بعربيتين قدامه لقى الراجل المسكين المبني عليه عيني هيلاقي مكان يعدي ما هو السيد الرئيس لما عمل كل الكباري دي والناس مش فاهمة عملها ليه؟ عشان يلاقوا مكان يعبروا فيه ما احنا البلد دي بقى لها طول عمرها الناس بتعدي بيعدوا طريق ده انا امبارح وانا جاي من الساحل الناس بتعدي طريق الساحل على رجليه فالطريق الدائري بيعدوا وهو ماشي في طريق مظلم وبسرعه مقبوله للغايه مش كده وبس ويقرر الحاضر ان المدعى كونه متعاطي للمخدرات قد وقف واتصل بسياره الاسعاف وجلس يبكي على وفاة هذا المسكين وانتظر الضباط ولم يهرب كما يفعل غيره بل إنه الذي استدعى الشرطة بنفسه فهل من المعقول ومن المنطق إن ده يبقى متعاطي مخدرات مش كده وبس بقى. أنا هقول لحضرتك حاجة تريحني العينة اللي اتاخد أول مرة في حياتي أشوف عينة بتتاخد بمعرفة الدكتور وليد عباس بتاع الطب الشرعي إزاي؟ والحاضر ينازع منازعة إجرائية إعمالا للمواد من 456 إلى 461 من تعليمات النيابة العامة في كيفية أخذ عينة المخدرات ويشكك أولا في النتيجة وثانيا في صحتها فنم إذا كان من العدالة وأنت أبو العدالة ان احنا نتحدث يا فندم في متعاطي مخدرات وانت بتقول عليه مغني انا اقول لسعادتك النيابه انا اسف انا وارجوك انا ما عنديش حد اتكلم فيه على النيابه الا امامك انا لان انت اللي بترقصني وبترقصني النيابه العامه ما فكرتش حتى تبعت واحد يحضر التحليل دي سابق دكتور عندها 26 سنه دكتور قدام في وسط الزحمه ويعملوا الدلالات الاستكشافيه اللي بيقول لسعادتك انا هقدم هاكل الحوافظ هاكل الحوافظ بتاعت الرئيس بص عليها انا هقدم لسعادتك ما يفيد صحه كلامي كل الادويه فيها مش انا اللي بقال ده بالاضافه للانترنت حضرتك يا فندم انت القاضي وانت العادل وانت الذي سيقضي وانت الذي سيضع القاعده بقى لان انا بجد يا فندم انا دخلت في كل القضايا دي انا عرفت والله العظيم ثلاثة عرفت ان انا اشرح الكلام ده غير علمي انت اي واحد هيكملوا تحليل راسي داهيه كده بقى فتوح اللي هو لاعب كوره في المنتخب بيشرب حشيش ايه الكلام واللي معاه ما هو اي حد بقول لك لو عملوا تحليل انتوا كده انا مقدم لساعات يا فندم الكونشستال كونشستال فيه ميثامفيتامين وامفيتامين هتلاقي كلمه ميثامفيتامين في الاخر لازم تدي الحل الوحيد للقسم الحاضر يقرر انه لا يجوز علميا الاعتماد على الدلالات الاستكشافيه وان الطب الشرعي قد اخطا حيث ان المتهم عرض عليه وفي لحظات تم اجراء التحليل وفي الصباح الباكر تم ارساله يعني يا فندم لم يلجاوا الى اي اسلوب علمي سوى الدلالات الاستكشافيه بدليل يا فندم مش بألفه احمد فتوح اتقلبت الدنيا كويس يا فندم بعد ساعه ونص من مروحه طلعت النتيجه انه بيتقطع حشيش ايه ده ايه ده اني منطق حته تالفه ينازع ايضا الحاضر في ان جريمه احراز الجوهر المخدر هي جريمه تستوجب بالمنطق العقلي وليس بمنطق بواقع روح القانون ان يضبط مخدرات يعني يفتشوا العربيه ما يلاقوش فيها مخدرات وما يلاقوش خمر ويفتشوه ما يلاقوش معاه اي حاجه ويطلع وهو واقف مستنيه والضابط يقول لا كان فايق وفي وعيه كامل ويجي التحريات تقول لم نتوصل لاول مره انا زهقت من الضابط عليكم محترم
قال لما توصل لتعاطي المخدرات، لكن وفقا للتحليل ده كان واخد مخدرات، لكن لم نتوصل الى تعاطيه السبب. المشكله يا فندم، المشكله تكمن في حاجه، هذا الرجل ليس رجل اعمال، ليس راجل ذو ده، ده كله حي الله يا عيني مغني غلبان لسه طالع من سنتين مع 236 مليون مشاهد. التعاطف اللي مع الولد ده في الاحياء الشعبيه وفي كل الناس تحت واقفين، لا يعني ساعتك ريحتنا ان انت قلت بس من اهليته الاثنين، الناس واقفين تحت، الولد خير وغلبان غلب الدق غلبان بجد. ده لو قلت له تيجي ساعه المستشار قال، قال لي فوق راسي من فوق. فصحابه بقى ايه خد بالك، قال له لا الدكتور قال ساعه المستشار امر انا هاجي. ومثل رغم بقى زياده في تعنت النيابه العامه، عمري ما سمعت عن قضيه تزوير تتعمل في توكيل معمول لمحامي بيقر صاحب الوكاله انه وكله، يعني مفيش مخالفه للحقيقه والاختام سليمه والموظفين طلعوه سليم، عملوا له جنايه تزوير تاني اخر الشهر. ايه ده ليه؟ ليه؟ ده غلبان. والمصحف الشريف قلب الدنيا، ده اول ما كان يقول لي يا عم محمد بني ادم بسيط في مجتمع عمره ما احترم البسطاء. احنا بس بنتعاطف معهم بشكل، لكن نيجي نحترم غلبهم شقاهم تعليمه. مقدم رسالتك في الحوافظ في سنه رابعه كليه حاسب آلي، معهد حاسب آلي، اللي هو كان بيشتغل سواق بيكمل تعليمه، يعني مش بس بيغني، عايز يبقى بني ادم. هنحرمه لو طب انا مثلا قدام ساعتك انا مش عارف رايح لفين في التزوير، هنحرم هذا الانسان من ان هو ينجح؟ هنبقى ايه؟ عليك.